فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء
الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم
أيمانكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير أجل هذا سؤال يا محمد، وسؤاله يقول: ما هو الإظهار المطلق؟ واذكر خمسة مواضع التي تفخم فيه الراء. ما هو الإظهار المطلق؟ نعم البيان. أيوة البيان، أنت معلم. هو إخراج الإظهار المطلق. إذا لم تدري واذكر خمسة مواضع التي تفخم فيه الراء. المواضع التي تفخم فيه الراء خمسة، اذكر خمسة منها. التفخيم وراء التفخيم هو الإظهار المطلق، هو أن يأتي النون الساكنة من وحروف الإخفاء في كلمة واحدة، وحروف الإدغام في كلمة واحدة، وأورد ذلك في أربع كلمات في القرآن: وليان كنوان سنوان. وكان الذي تفكر فيه الراء موجود في القرآن. بارك الله فيك.